الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة الصباح، حلقة الثلاثاء لما تتميز به من مواضيع اقتصادية اجتماعية وكذلك شبابية وطلابية. الجميل يعني لما الإنسان يعني يكون متوقع المشاهدين اللي قاعد يتابعونا من خلف الشاشة، إن كان أمهات آباء شباب شابات، ولكن الأجمل لما يكون في الاستوديو في أطفال قاعد يطالعونك. هنا تكون تقديم البرامج مختلفة، لها طابع مختلف، لأن اليوم زايرين مجموعة من الطلاب والطالبات الحلوين الأزهار والزهرات. يا الله يا الله، هالزين هالجمال من مدرسة الوطية الخاصة اللي بيقدمونا إن شاء الله. إحنا بنتعود إن شاء الله مع بعض إن كل يوم ثلاثة بيكون معنا طلاب يحضروا معنا داخل الاستديو يقدمونا لوحات إنشادية. فاليوم بيجيبون لنا كذا قصة حلوة زي ما بيسان قاعد تطالعين وتحق راسه، صح كلامنا؟ يعني اللي قاعد أقوله صح؟ مضبوط؟ كلهم قاعدة، بس في الانشوده ايش فيها؟ فيها خروف وفيها حصان وايش بعد؟ عصفور وعصفور وبعد؟ بس هم العصفور والحصان والخروف وخلاص، ها؟ بس انا مستغرب في حصان يشرب ماي وردي؟ عشان يشرب من الماء الوردي. اي واحده هذيك؟ شكلها انا غلطان صح؟ زين الحين استعدوا لأن أحلى صباح وأحلى أنشودة بنسمعها من طالبات وطلاب مدرسة الوطية الخاصة. وقفي بيسان، أيوة شاطرة. نقول 1 2 3 نسمع صفقة لهم، نسمع صفقوا عاد. يلا تعالوا تعالوا عندي، تعالوا عندي، تعالوا. الله عجبني الماء الوردي أنا، تعالوا قربوا. يلا بيسان تعالي جنبي هنا، تعال مؤيد الشرطي الصغير، تعالوا تعالوا قعدوا قعدوا. تعال مين اللي قاعد هنا؟ مين الطويل؟ أيوة هي والله. تعال ميثاء الحلوة، وينك عزان؟ قرب تعال هنا عشان بنختم خلاص، احنا عشان نقول لكم باي باي. عيسى جيب لي الهدايا، احنا بابا عيسى مال الهدايا، هو اللي يجيب لنا الهدايا دائما. يلا كل واحد ياخذ هديته. تفضل. هذا مال اولاد ولا بنات؟ ما ادري. زين بنعمل تشكيله بعدين نشوف عاد مال الاولاد، لان الازرق دائما يكون للاولاد. عزان حاضرين؟ هذا بخليها مال اولاد احتياطا، خذيها اذا صارت مال اولاد رجعيها. زين ايضا تفضلي. زين مسكي مسكي الله. تعالي زين تعالي بيسان تعالي، انا ابغاك بس تطالعون الكاميرا الحين هنا. وين هذا؟ هذا رقم ثلاثة. وين؟ تعالي انت الحلوة العسولة، تعالي تعالي. اليوم انا بسوي، انا بصير مدير المدرسة. اول شيء نشكر استاذة مريم، يعطيك العافية استاذة مريم. وطالعوا الكاميرا هنا هنا هنا. ايوه قولوا لها مع السلامة. مع السلامة.
هنا هنا كاميرا مريم. ها ها هنا هنا هنا, هنا استاذة مريم انا عارف. شوفي شوفي هنا شو اسمه حبيبتي طلعيني طلعيني هذه الكاميرا. واحد اثنين ثلاثة مع السلامة. نشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا بعد الفاكهة الطيبة العطرة فواحة بالزهور وخاصة من أطفال أبرياء معانا اليوم في برنامجنا قهوة الصباح. وإن شاء الله نوعدكم في كل أسبوع من كل يوم ثلاثة كذا افتتاحيتنا يكون معانا أنشودة من الأناشيد اللي تقدم على مستوى المدارس ورياض الأطفال أو المدارس نقدر نقول التمهيدية. يعني كل مرة بيكون معانا مجموعة نعكس فيها الجانب الصباحي. يعني تخيل يعني مثل الأطفال أول الناس يصبحون عليك أكيد بتكون حياتك إن شاء الله كلها خير وسعادة. الحين عد نجي لوقت الجد ها وفلوس وخردة وقعد ومصاريف ومشاريع وأفكار دائما من خلال ضيفنا الأستاذ العزيز المستشار المالي دائما لبرنامجنا قهوة الصباح الأستاذ علي بن خالد الشرجي. وموضوعنا اليوم كثير جميل وخاصة للناويين أو المقائمين على مثل هذه الأفكار كيف تحقق النجاح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. عنوان كبير بنحاول يعني نختزله خلال الدقائق اللي بنطرحها دائما مع ضيفنا. باب الاتصال يعني والمشاركه بيكون مفتوح للي يحبوا يتواصلوا معنا على هواتف البرنامج اللي هي 2494-3701 ومن خارج السلطنه على 00968-2494-3701. نقول لك صباح الخير ونورتنا. صباح الخيرات وما شاء الله يعني البداية كان كثير جميلة. الحمد لله تبارك الله. الحمد لله يعني عشان ها شوي نخلي الواحد نفسيته تكون للصباح تكون إيجابية إن شاء الله يا رب. يعطيك العافية. كيف ندخل الموضوع؟ لو ملاحظ الفلتر زي ما ذكرت كثير من الأخوان الآن عندهم يعني داخلين في مشاريع صغيرة. نعم. وفي البعض منه حقق نجاحات كبيرة والبعض يعاني يعني. نعم.
فأنا بنساعد الاثنين اللي ممتاز. عنده نجاحات كيف ينجح بزيادة، واللي عمال يعاني كيف ممكن يتفادى التحديات هذه. ممتاز. حلقتنا اليوم لها ثلاث محاور رئيسية: دراسة الجدوى، الكثير من الصلاة السابقة كانت نعم. موضوع صحيح. دراسة الجدوى ممتاز، فبنغطي بي 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 بشكل جيد. المحور الثاني بكل إجراءات الموافقات الحكومية، كثير من الناس أو الشباب يقول لك نحن نتعطل ومش عارف إيش، ف يعني ولله الحمد هنا في يعني في عمان برعاية سامية في توجيهات لتحريك المشروعات الصغيرة، وكل المؤسسات الحكومية تشتغل أن يعني تترجم هذا إلى واقع وموجود فعليا. فلو في معوقات كيف تتجاوز هذه المعوقات، لأن الإجراءات هي واضحة، بس يعني جهل بعض الناس أو عدم إلمامهم بالخطوات هذه ممكن تؤخرهم، لكن الإجراءات هي واضحة. فهذه اللي نسميه الإجراءات الموافقات الحكومية. ومن ثم اللي هو سر النجاح الحقيقي للمشروعات الصغيرة نسميه في قوة المبيعات والتسويق، لأن المشروعات الصغيرة عبارة عن منافذ بيع لشركات كبيرة. قلة ما نسمع مؤسسة صغيرة شغالة في التصنيع، لأن التصنيع يجي من شركات العملاقة الكبيرة. وصاحب المؤسسة الصغيرة دوره في عملية اللي هو ترويج البضاعة هذه وتسويق البضاعة هذه. فقوة التسويق هذه من ضمن أسرار نجاح المؤسسات الصغيرة. ممتاز. فلو بدينا بالمحور الأول دراسة الجدوى، ما هو دراسة الجدوى؟ ممتاز. بشكل مختصر كذا، دراسة الجدوى عبارة عن زي خريطة الطريق. مثلا اللي تحدد مسار المشروع. صحيح. ممتاز. إذا مثلا سألتك الآن عبد الله فين ساكن، بتقول مثلا ساكن في المنطقة هذه، فيمكن تعطيني شرح لموقع البيت بوصف عندك هذا الشارع وخلف هذا المسجد مثلا يعني. نعم. الطريقة الثانية ترسم لي على ورقة خريطة. نعم. كي تعمل صح. خريطة بسيطة. الطريقة الثالثة تعطيني أحداثيات على جي بي إس. ممتاز، يعني دقة الدقة مثلا. أي. وين بكون قدرة أن نصل البيت بدون ما أعطلك وأتصل عليك أو أن أتأخر عليك. ممتاز. بالثالثة صح، اللي واحد اللي يكون عندك أحداثيات تحديد. الموقع بالضبط. نعم. عادة راح توصل أن الكل حتى لو برنامج على جهازك أنت. نعم. الجهاز حتى على تلفونك بيوصلك لغاية المكان تبي توصل له. صحيح. فدراسة الجدوى تؤدي نفس الدور هذا. وهنا بيأكد اللي ما عنده دراسة جدوى، وهنا المشكلة. نعم. اللي ما عنده دراسة جدوى بيبدأ يعالج المشاكل المشروع أثناء التنفيذ. ممتاز. يعني واحد يعني مثلا أنا يعني أنا بدأ ما أخذ الوصف موقع بيتك عن قبل ما أتحرك قبل ما أتحرك من موقع إلى موقعك. نعم. ابدا اقول لك عبد الله ها فين المكان فين المكان. صحيح. فاكيد بياخذ وقت وبضيع. نعم. فنفس الشيء في المشروع، لو ما معك دراسه جدوى من الطبيعي انك تبدا تعالج المشاكل اثناء التنفيذ. كلام سليم، بس نعم. عشان تكون كذلك الصوره واضحه، يعني تذكر يمكن احنا في حلقات سابقه في بعضهم عملوا دراسات جدوى يمكن بعشرات الالاف، هل لازم تكون مبالغ ضخمه؟ هل ممكن تكون في دراسه جدوى مبسطه خفيفه يعني على حسب المشروع؟ انا عندي مشروع صغير بس يعني ما فينا ادفع الاف مؤلفه ويمكن يصير ويمكن ما يصير. ميزه دراسه الجدوى هي لها مصطلح اخر، يعني يمكن مصطلح اجنبي ونترجم ان شاء الله. الان ما يسمى دراسه الجدوى عباره عن حاجه اسمها ماركتنج اوديت، اللي هو ما نسميه تدقيق السوق نفسه. نعم. انت اعطيتني معلومات عن صناعه معينه، اعطيتني معلومات عن نشاط معين. نعم. وعندي مجموعة من المراجع ومجموعة من يعني مثل مقالات في الجرائد أو حوار تم في أكثر من وسيلة إعلامية، فأبي أتأكد هل المعلومات اللي سمعتها والمعلومات اللي قرأتها عن هذا النشاط هل هي صحيحة أو غير صحيحة. ممتاز. فتحتاج إلى عمل ميداني. فالعمل الميداني زي ما ذكرت انه في عندنا يعني في دراسات جدوى الغاليه، وهذه كلما يعني مو شرط ان كل دراسه جدوى مدفوعه عليها مكلف معناتها صحيحه، لان في بعض المكاتب عشان نكون صريحين وامنين في القول ومهنيين في نفس الوقت، في بعض الدراسات ما تكون دقيقه بالمستوى المطلوب. فانا دائما انصح، وبالذات احنا كلامنا اليوم لاصحاب المشروعات الصغيره. نعم. وانا اعرف وانت تعرف ان اصحاب المشروعات الصغيره ما عندهم هم الامكانيات الكبيره لدفع رسوم كبيره. نعم. دراسه. نعم. جدوى. فرايي الشخصي رايي الشخصي في هذا الموضوع افضل واحد يعمل دراسه جدوى هو صاحب مشروع نفسه. ممتاز. على الاقل بس يكسب المهارات، يكتشف السوق. نعم. بنفسه. ممتاز، لان قصدي يكون عنده مهارات في عمليه صياغه هذه الدراسه. ممتاز. قبل يعني قبل 15 سنة كان دراسة هذه تكلف مبالغ، بس الآن. نعم. إذا بحثت على النت راح تجد نماذج مشابهة لنشاطك التجاري. ممتاز. كل ما مطلوب منك أنك تعمل داونلود تنزيل الدراسة الجدوى هذه. نعم. وتحاول تكيفها رغض الواقع بما يتوافق مع السوق المحلي. حلو. وممكن تضيف عليها أنت بعض الأشياء. أكيد لازم تضيف عليها، بس الميزة أن كل البيانات الأساسية موجودة في الدراسة. ممتاز. هذه. حلو. فكل ما عليك يعني عملية حذف الأرقام اللي موجودة وإدخال أرقام حقيقية متوافق مع السوق المحلي. ممتاز. وعملك أنت ليش مثلا نقول إحنا أصحاب المشروعات الصغيرة وما أفضل واحد يعمل دراسة هذه؟ لأنك أنت راح تكتشف السوق بنفسك. صحيح.
بتشوف ايش النواقص، ايش الاحتياجات، بتشوف كذلك امكانياتك اللي ممكن تقدمها. وهذه ممتاز. يعني وعلى فكره دراسه الجدوى يعني اهميتها اذا لم تستثمر الوقت والمال لعمل دراسه راح تستثمر المال والوقت في عمليه تصحيح مسار مشروعك التجاري بعد تنفيذه. يعني اهميه دراسه الجدوى في البدايه لان هي اللي بتحدد لك النقاط على الحروف. صحيح. وتعرف هل المشروع هذا بيحقق النجاح المرجو، هل هو بيكون مرحله اولى بعدين بتنتقل لمرحله ثانيه، من خلال على الاقل انت بتكون بالدرجه الاولى استوعبت. نعم. ممتاز. زين. ودراسه يعني دراسه الجدوى هذه لها ثلاث محاور رئيسيه، ماليه، اداريه، فنيه. ممتاز. في الماليه اللي هي الماليه انت تحتاج تعرف حاجتين. اول حاجه ما هي مصاريف التاسيس، ما تكاليف المشروع مثلا في البدايه، مصاريف التاسيس. نعم. النقطه الثانيه نسميها مصاريف التشغيل، يعني بعد تشغيل رواتب، مرواتب، رواتب، ايجارات، المواد الخام. ممتاز. لان في البعض اللي ما عمل دراسه جدوى يكتشف نص المشروع، يعني ممكن اجر المكان وبدا جاب موظفين وجاب البضاعه، اكتشف نص المشروع انه ما معاه سيوله لتشغيل المشروع. وخلينا نكون واقعيين، في بعض يعني الاخوه والاخوات فتحوا المشاريع هذه وسكروها في النص. في النص قال احنا ما معنا سيوله عشان نكمل. ممتاز. لو كان معاه دراسه كان بيعرف بالضبط انا كم احتاج. صح. عشان مشروع على الاقل يحط ارقام كذا يعني مقاربه. الارقام موجوده مثلا. ممتاز. قيمه الايجارات معروفه، الرواتب معروفه، المواد الخام معروفه، مصاريف التسويق كلها معروفه. ممتاز. اذا هذا الجانب المالي، الشق المالي. نعم. والجانب الاداري؟ الجانب الاداري كل نشاط تجاري تحتاج الى مجموعه من يعني القدرات القدرات الاداريه لانجاح هذا المشروع. اول حاجه شق اساسي في الجانب الاداري يكون عندك مدير مالي او الاستعانه بمكاتب تدقيق حسابات. ممتاز. هم يعملوا لك مسميه ينظموا لك الامور المحاسبيه. ممتاز. اول حاجه يعملوا لك دفاتر الدفع والمقبوضات اللي عندك. كل معاملات الماليه هذه تكون مثلا عندك شخص يعني متخصص يعمل لك اياها. ممتاز. والشق الثاني في الشق الإداري احنا نسميه الوصف الوظيفي. الآن احنا منعين موظفين أو نحن أصحاب المشروع الصغير نكون ندير العمل بنفسه، تحتاج يكون عندك وصف وظيفي. يعني مثلا بمسك مستوى مدير، أوكي المدير هذا شو بيكون دوره اليوم؟ نعم. فيفترض أن يكون في وصف وظيفي مكتوب، يعني معروف المهام والأعمال. من أول أنت ما تفتح باب المؤسسة هذه أول الصباح لغاية ما تسكن تعرف بالضبط إيش الأدوار المطلوبة منك. ممتاز. نعم. هذا الجانب. الشق الثالث الثالث اللي هو الفني، اللي هو ما هي المعدات والتجهيزات الفنية اللي بتحتاج لإنجاح هذا المشروع. ممتاز. وسواء بتشتري المعدات هذه من السوق المحلي أو من الخارج. نعم. وإذا اشتريتها من الخارج يكون عندك زي ما نسميها في حالة صيانه وقطع الغيار، كيف ممكن تتصرف. نعم. وفي نفس الوقت المعدات هذه تبي تعرف الطاقه الانتاجيه تبعها، يمكن الطاقه الانتاجيه اللي عندها ما تتوافق مع سعه او خط الانتاج اللي معك. ممتاز. فممكن تاخذ حاجات تكون يعني قوه الانتاجيه كبيره وتكون او معدات تكون قوه الانتاجيه نوعا ما متواضعه حسب احتياجك. ممتاز. هذا تقريبا النقاط اللي قاعد نذكرها كلها يخص في موضوع دراسه الجدوى. نعم. احنا باقي الحين عندنا الاجراءات. الاجراءات بعد اذنك في اتصال اصلا. نعم. ناخذه ونكمل ان شاء الله. نقول مرحبا، السلام عليكم. عبد الله. يا مرحبا، مين معاي؟ تفضل. معك سيف العوفي. يا مرحبا. هلا والله يا سيف، اسمح لي ما سمع صوتك من البدايه. مسموح طول عمرك. عزيز وغالي، حياك الله يخليك. الله يبارك يا فيك. مرحبا. تفضل. وضعت النقاط على الحروف. نتمنى والله، نتمنى يا رب، نتمنى. بارك الله فيكم. جزاك الله خير. اولا انا اتداخل معك في هذا الموضوع. لا بد من وضع استراتيجيه وخارطه طريق لكل مشروع. هذا بدايه اول امر. ممتاز. لا بد من وضع استراتيجيه وخارطه طريق لكل مشروع. متفقين. ولكن سؤالي ما هو الفشل بعد نجاح المشروع؟ ما الذي يؤدي للفشل بعد نجاح المشروع؟ وهذا شيء وارد. والسؤال الثاني، ما هي النتيجة السلبية والعكسية بعد الاعتماد على الغير وعدم إدارة المشروع بصفة ذاتية من قبل الشخص؟ وسؤالي الثالث، الدخول في مشاريع غير مدروسة بما فيها المغامرة. رابعا، ما شاء الله. إدارة أكثر. زودت اليوم. نعم استاذ عبد الله. لا العاده انا متعود على ثلاث اسئله، اليوم ما شاء الله زادت. لا موضوعك مدسم ما شاء الله. الله يخليك. تسلم تسلم. اداره اكثر من مشروع في نفس الوقت بما فيه تشتت الجانب المادي. نعم. ولكن تبدا بمشروع واحد ولو كان صغيرا ثم تحقق النجاح. ثم تنتقل الى مشروع اخر. ممتاز ممتاز. مشكور. جزاك الله خير، ما قصرت. اشكرك على هذه الاسئله بصراحه في الصميم، ما شاء الله عليك يا سيف، دائما كذا تفتح ابواب كذلك جميله في اي حوار نطرحه من خلال برنامجنا. ايضا اتصال جديد، نقول مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. يا مرحبا، انتوا على الهواء، مين معاي؟ الو. ايوه يا مرحبا، هلا اختي، تفضلي سؤالك. السلام عليكم اخوي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا سمحت انا بس باغي استفسر من ضيفك الكريم بخصوص المشاريع، سواء كانت مشاريع صغيره او كبيره. ممتاز. يعني شو يعني نحن اول ما نبدا نفتح المشروع، وهل يعني فتره المشروع كيف راح نحكم عن مشروع انه فشل؟ يعني ممكن تعطوني الفتره انه هل هذا المشروع ناجح او فاشل؟ اوكي. وان شاء الله يعني انا اتمنى من كل شخص انه يفتح مشروع تجاري انه يعني يكون عنده صبر، يعني مو بعد انه سنه او سنتين قال خلاص فشل المشروع. ممتاز. شكرا لكم. بعليك امر بس اسمك الكريم عشان اقدر احدد. معك صابره. شكرا يا صابره، تسلمي، ما قصرت. يا هلا. اعذروني انا ترى لما اسال الاسم هو قصدي عشان احدد ان هذا سؤال صابره، هذا سؤال سيف، وهكذا يعني. السلام عليكم. ما في اتصالات، كيف ممكن رد على سيف؟ أسئلته ما شاء الله في الصميم، بالنسبة يعني هو متفق معنا لازم تكون في استراتيجية. صحيح. لأي مشروع. صحيح. بالنسبة للفشل ما بعد النجاح لأي مشروع؟ والله الفشل وارد، ويمكن تقليل نسبة الفشل من خلال دراسة الجدوى. أي لأن المشروع أنت مثلا بعض الناس يحكم نجاح المشروع إذا المشروع هذا له عائد وله مبيعات ويحكم المشروع ناجح، فممكن يكون ناجح نجاح مؤقت، لكن بعد فترة لعدم وجود دراسة من البداية وما عنده مثلا المشروع يفشل. يعني بتصير العملية يعني تفاقم في الحالة، ممكن لو كان مثلا عندي دراسة بكون فشل بس يكون بسيط. أي. بعكس لما ما تكون عندي دراسة جدوى ممكن تصير أكبر وما تقدر تخليني أقدر أصعد إلى سلمة أخرى ويكمل من بعد كذا. نعم. ممتاز. والفشل عادة يكون في ثلاث جوانب، إداري، فني، مالي. ممتاز. واحدة من الخطوط الآن. أي، وهذه يمكن حلها من خلال دراسة الجدوى. ممتاز. الاعتماد على الغير في المشاريع. والله الاعتماد على الغير هذه يعني ممكن شخص ممكن يتكلم عن مثلا أسس مشروع ووكر واحد يدير هذا المشروع، إذا هو له كفاءة جيدة. ممتاز. هذا شيء رائع. لكن إذا سلمت مشروع، وعادة نسميه هذه المشاريع اللي هي باتفاقيات، هذا مصطلح عندي يمكن يكون غلطان، بس نسميها في بعض الناس جلسوا في جلسة قهوة ويتفقوا أن أسس مشروع، مين بيمسك؟ عبد الله بيمسك. ما نعرف منه عبد الله ايش الخبرات اللي عنده، ايش الانجازات السابقه اللي معه. هاي الامور كلها ما تكون مدروسه، بس من باب عبد الله قال ان انا بدير المشروع. طبعا المشروع الطبيعي انه هو بيكون له ممتاز. يعني هنا لازم يكون الاعتماد على الشخصيات مؤهله وعندي خبره ومعرفه طيبه معه وعنده انجازات سابقه. ممتاز ممتاز. ايضا الدخول في اكثر من مشروع، في اكثر من مشروع، يعني في مشروع بعد انتقل ادخل في مشروع ثاني وهكذا. والله سبحان الله هذه دائما تقع، احنا مثلا واحد يجي لك سواء عمره 30 او 40 او 50 يجي لك وعنده ثلاث مشاريع ويبي يشتغل فيها في نفس الوقت. نعم. فدام حتى سؤالي للأخوان أقول الآن عمرك 30 أو 40 أو 50، ليش ما فكرت من 10 سنوات تبدأ. نعم. في المشروع الأول. فغالبية الشباب بعض فوق 50% من الشباب اللي شفتهم يريدوا يدخلوا في أكثر مشروع في نفس الوقت. طبعا ما أتوقع أن هذا ممكن أقدير أكثر من مجال في نفس الوقت. ممتاز. أو أكثر مشروع في نفس الوقت. نعم. يفضل تبدأ بمشروع واحد. نعم. والمشروع هذا يوصل الى بر الامان والامور تكون مثلا له عائد شبه ثابت، ممكن تنتقل المشروع اللي بعده. ممتاز. يعني ادارت اكثر من مشروع ما تشجع في الوقت الحالي، لانه هو كان السؤال الرابع. نعم. انزين، في بعضهم ممكن هو بس جزئيا هنا، في بعضهم يأسسون مشروع يحقق نجاح ويكون اسم بعدين يروح يبيع هذا البراند وينتقل لمشروع اخر. هذا جيد تماما. يعني هو يقول انا بس تخصص اني اعمل مؤسسه مثلا، ايوه، واعمل له اسم ويكون له سوق بعدين ابيعه عشان الاسم اللي حققه. هذا كمان نموذج عمل جدا رائع. نعم. ممتاز ممتاز. صابره وسالت متى نقدر نحكم على المشروع ان هذا، يعني تعرف الانسان يكون عنده في بعضهم ما شاء الله عندهم طول النفس وفي بعضهم قليل النفس، زي ما هي تفضلت ان تتمنى الصبر عند الشباب. والله المشاريع الصغيرة تحتاج ما بين 3 إلى 5 سنوات. إذا المشروع الصغير هذا كمل 3 سنوات ويحقق عوائد شهرية جيدة إيجابية، يعني له عائد جيد 3 سنوات الأولى، هذا جدا رائع. كمل 5 سنوات ممكن نحكم المشروع هذا مشروع ناجح. ممتاز. فأما مثلا واحد عنده مشروع صغير ويجي بعد سنة يقول لك هذا مشروع ناجح، يعني السنة الأولى هذه مو لسه ما دخلت اختبارات كافية إنك تحكم المشروع هذا ناجح أو فاشل، فتحتاج بين 3 إلى 5 سنوات. إيش هي العلامات اللي أقدر أقول والله هذه علامات قاعد توضح إن المشروع المفروض أنا أتوقف بدل ما تكون عندي خسارات كبيرة
افضل اني اوقف من الحين. في علامات واضحه؟ في ممتاز. اللي هو مثلا انت عامل توقعاتك ان السنه الاولى بيكون مثلا بيكون عندي عائد او مبيعات بقيمه 20,000 ريال عماني. ممتاز. انت جيت في السنه الاولى ما لم تحقق الا 5,000. بديت تبحث في الاسباب، راح تجد الاسباب مثل ما ذكرنا، يا فنيه يا اداريه يا ماليه. ممتاز. اذا قدرت انك تعالج المشاكل هذه ويكون عندك محاوله ايجابيه في السنه الثانيه من عمر المشروع، هذا بيكون عامل جيد. ممتاز. اذا لم تستطيع ان تحل المشاكل هذا، انا اؤكد لك ان العام القادم بيكون تحدياتك اكبر من العام الاول. وعلى فكره عشان اكل المعلومه هذه، وانا دائما رايكم مهني في هذا الجزئيه، لو انت سكرت مشروعك وحكمت عليه بالفشل من السنه الاولى، افضل لك بدل ما تسكره في السنه الثانيه. ليش؟ لان في السنه الاولى ممكن يكون حجم المطالبات الماليه ممكن يكون 2,000-3,000 ريال. ممتاز. مع السنه الثانيه ممكن يكون عندك اضعاف مضاعفه من الرقم اللي كان ممكن تخسره في السنه الاولى. زين، هي قالت نقطه كثير مهمه وهي الصبر ومفهوم الفشل. هنا نقطتين هم متوازيتين، لان الواحد يقول لك انا ما عندي صبر بس احس بيفشل، احسن اصك يعني ما يكمل يمكن 6 شهور 7 شهور، او تعرض لاول خساره او موقف تلقاه ممكن ينسى. والله انا بعيد صياغه السؤال هذا، وانا اركز على الشق الفني والاداري والمالي، لان موضوع الصبر كلمه عامه ومطاطيه. نعم. يعني نعم. انا ممكن اصبر 10 سنوات لكن لو الشق الفني والاداري والمالي مو يعني لما ابنيه بطريقه صحيحه طبيعي بيكون مشروع فاشل. ممتاز. زين، الحين بناخذ النقطه الثانيه اذا ما في مانع، عشان بس الاجراءات. نعم. الاجراءات بالنسبه، والله خلينا نكون واقعيين، في بعض الشباب يقول لك نحن الإجراءات الحكومية نوعا ما بطيئة ونوعا ما تعطلنا ونوعا ما تدخلنا فيه. استاذ علي معليش انا بتحمل هذه المسؤولية، في بيروقراطية شوية في التعامل. احنا يعني الشاب اول شيء يكون متحمس، عند مثلا افكار، ممكن افكاره تكون متجدده غير التقليديه، ممكن اكثر الحاجه قاعد نشوفها الحين يا صالون اذا كان على مستوى النساء. صحيح. محلات كماليات خاصه بالنساء، عطور ومثلا بخور، هذا على مستوى النساء. ممكن الشباب تلقاهم ممكن في السيارات او مثلا مشاريع الصيانه او مثلا مقاولات. يعني اي مقاولات. صحيح. بس ترى انا جلست مع مجموعه من البنات وكذلك الشباب، تفاجأت ان عندهم افكار مشاريع مختلفه مش موجوده عندنا في السوق او موجودة بمحدودية. المسؤول يعني عن التمويل أو يعني الدعم أو ما شابه ذلك نوعا ما مش متحمس لها الأفكار، أو هل ممكن تنجح بس يمكن تعتبر أفكار رائدة؟ ممكن. هنا 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 يصير الصدام بالنسبة للشاب، يقول يا أني أرضخ أن أسوي المشاريع المعروفة وخلاص وأقول عشان بس أني أحصل الدعم، أو أني أصمم على مشروعي وانتظر حتى يجي الوقت أني أقدر أنفذه. كيف ممكن نرد لهالجانب؟ والله لو خاصة مع الإجراءات، لو بدينا أول شيء بالإجراءات، الإجراءات هذه ميزتها أنها معروفة، كل مؤسسة حكومية لها إجراءات. نعم. ولها لوائح هم ماشيين عليها، واللوائح هذه ممكن تأخذ نسخة من اللوائح هذه تطلع عليها بشكل جيد وتحاول تعمل توافق بين مشروعك أنت واللوائح. وزي ما أكد إن يعني الآن ولله الحمد بالسلطة نحن متوجهين لبناء مشاريع صغيرة واقتصاد مبني على المشاريع الصغيرة، فكل المؤسسات الحكومية مصغرة كل ما عندهم لتوظيف هذا. نعم. لكن اللي يحصل إن الشاب هذا والريادي هذا لما يباشر في مشروعه ما يقرأ في اللوائح إلا بعد ما مثلا يقول له مشروعك هذا أو طلبك هذا مرفوض. نعم. ما إنه كان ممكن من البداية يأخذ باللوائح ويدرسها بشكل وين جيد. وين يحصل عليها اللوائح؟ موجودة. ولو ما عندك ولو ما موجودة اللوائح هذه كتابيا. نعم. لأن أنا أكلمك من الواقع. نعم. لو هي ما موجودة كتابيا خذ لك ورقة بيضاء زي هذه واجلس مع المسؤول وقول له أنت شو المطلوب لإنجاح هذا المشروع؟ شو المطلوب من 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 احتياجات أو احتياجات المشروع اللي يحصل على الموافقة؟ نعم. بيعطيك إياها وأنت سجلها معاك في الورقة هذه، ومن ثم عمل توافق بين ما اللوائح والإجراءات ومشروعك. زين، لكن في جزئية بسيطة هنا اللي في موضوع الإجراءات عشان نكون عمليين وواقعيين. نعم. في نفس الوقت، لأن في بعض الأنشطة تحتاج موافقة من أكثر من مؤسسة. نعم. 3-4 مؤسسات. هذا توني الحين السؤال اللي بقول لك إياه، يعني إني أكتشف إني أكثر على إنه يعني التوجيهات سامية بتذليل كل الصعام للمشروعات الصغيرة، إنها تكون كلها في مكان واحد وتخلص للإجراءات. صحيح. وإحنا دائما في عندنا سعي نحو الحكومة الإلكترونية. صحيح. والشباب كلهم تكنو يعني يبغون كل شيء على ما بقول سريع ولكن تكون الرؤية كذا واضحة يعني. والله هذه الميزه على فكره، يعني قبل اسبوعين كان عندك ضيف من شرطه عمان السلطانيه يتكلم. نعم. عن النافذه الواحده. نعم. وهذا شيء. نعم. جدا رائع. صحيح. صار لهم سنوات، صار لنا هنا كمان في عمان من سنوات عندنا اللي هي المحطه الواحده في وزاره التجاره والصناعه. نعم. فكله موجود.
بس انا كمان ارجع واقول ان الريادي المتقدم او الشاب المتقدم هو لم يقرا باللوائح قبل ما يتقدم طلبه، هو يبدا يقرا في اللوائح هذه بعد ما يترفض طلبه. نعم. فيفترض من البدايه تقوم يعني بعمل بعمليه الاجراء الاختبار هذا او عمليه اللي هي تعرف معرفه الاحتياجات قبل ما تباشر في مشروع. نعم. ففي نقطه جدا مهمه، كثير من دول العالم يقيسوا اللي هو النجاح الاقتصادي للبلد، هل هو متوجه في التجاره وما متوجه في التجاره، يعني هل هذا البلد له توجه لإنعاش التجارة والمشاريع الصغيرة أيوة أو لا. نعم. على الفترة الزمنية اللي يمكن من خلالها من فترة يعني من الفكرة إلى عملية تدشين المشروع كم الوقت راح يأخذ منك. نعم. هنا في عمان ولله الحمد يعني خلال تجارب خلال السنوات الماضية وجدت أن المدة الزمنية كل سنة عمال تقل. حاليا عشان نكون واقعيين وصادق في طرح المعلومة نحتاج ما بين 3 إلى 4 أشهر في عملية التأسيس. نعم. فيفترض أنت كشاب من البداية كنت تعرف أن بحتاج ما بين 3 إلى 4 أشهر في مرحلة التأسيس، ومن ثم بيكون عندي تدشين فعلي هذا المشروع. نعم. لأن بعض الشباب يعني ليش مهم جدا تعرف موضوع إجراءات الموافقات الحكومية، لأن المشروعات الصغيرة معتمدة على 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 المبيعات عشان تغطي مصاريفها. نعم. فإذا أنت راح تجلس ما بين 3 أشهر في موضوع الإجراءات، فيفترض من البداية يكون عندك رأس مال ولو بسيط تغطي في مصاريف التشغيلية هذه قبل ما يكون عندك عائد. يعني نصيحتك على الأقل يكون على بينة من البداية. صحيح. عشان تقدر تحصل يعني بعد دراسة الجدوى اعرف الإجراءات المطلوبة. صحيح. منك بحذافيرها. صحيح. واسأل المؤسسة أكثر من مرة واسأل المسؤول. صحيح. لأن في بعض مرات أنا قاعد ليش أنا قاعد أناقشك هالنقطة وقاعد أقول لك في وجهات نظر، لأن دائما قبل أي موضوع أحب أناقش المقر يعني لهم نشر. صحيح. عن طريق صفحات التويتر الفيسبوك الانستغرام وقاعد أشوف إيش اللي يقولون. دائما يعانون من الإجراءات، دائما يعانون إن بعض المرات يكون المسؤول مثلا أنت تعطيني كلام اروح عند طرف اخر او مؤسسه ثانيه المفروض بخلص من عندهم يعطيني كلام، يقول لك لا اصلا هم المفروض يعطونكم التصريح بعدين تجون عندي، فيقول انا اصير بين رايح جاي يعني هذه الاجراءات اللي قاعد تصير. حتى في بعضهم يصير عندهم صبر ويكمل مشروعه، وفي عندهم يوصل مرحله يقول لك خلاص انا ما ابغى هالمشروع خليني اشوف لي شغله ثانيه. انت يعني انت شوف انا قاعد اعطيك يعني توجهات عده، انا ناقشك ترى بس او شيء نتفق الطريق ما بيكون مفروش بسجاد احمر. نعم. كلام غير موجود، ما موجود في اي مكان في العالم. نعم. تحتاج لمجموعه من الاجراءات وتحتاج انك تعمل توافق بين اكثر من مؤسسه. ممتاز. وهذا هو دورك يعني. زين في موضوع النقطه الثالثه. نعم. ممكن اللي بنتكلم فيها غير. نعم. الاجراءات ايش هي؟ اللي هي قوه المبيعات. ممتاز. والتسويق. حلو. زي ما ذكرنا مشروعات صغيره عباره عن منافذ بيع للمؤسسات الكبيره. فالنجاح الحقيقي النجاح او سر النجاح الحقيقي للمؤسسات الصغيره هي من خلال قوه المبيعات. ممتاز. لو عندك مبيعات كل الامور الاخرى اللي انت ضعيف فيها ممكن يحصل على عملية تصحيح. ممتاز. ليش؟ لأن المبيعات هذه راح تعطيك عائد ويكون معك فلوس، والسيولة هذه تعطيك مساحة من الوقت أنك أنت تعمل أي تصحيح أي تصحيح أو أي خطأ موجود معك في المؤسسة. لكن لو ما معك مبيعات بيكون ما عندك عائد. نعم. وعندك أمور أخرى نوعا ما أنت تكون ضعيف فيها. فمن الطبيعي أن هذا راح يؤدي إلى فشل المشروع. ممتاز. إنزين أنا جالس الحين وأنا قاعد أتكلم معك قبل دراسة الجدوى قبل الإجراءات وقبل النقطة الأخيرة اللي أعطتني إياها، هل ترشح للشاب أو الشابة أنهم يبدون مشروع منزلي يعرف اللي له واللي عليه ويأخذ مثلا يعني سجل تجاري مزاولة منها داخل المنزل لحين لما أنا نوعا ما أستوعب أنا والله هذا في الموضوع يعني بكون ممتاز فيه غير ممتاز، خاصة إذا كانت مشاريع فردية يعني بعدين هل ترشح هالشيء إن على الأقل أكون على أرضية نوعا ما؟ هذا أنا سؤال جاء في بالي الحين. حسب الشخص نفسه يعني. مثلا في بعض المشاريع يفترض تبدأ بداية يعني قوية من اليوم الأول، في بعض المشاريع تحتاج لأن اللي بيبدأ من المنزل وهذا يعني شيء جيد وجدا ممتاز، لكن في بعض المشاريع تحتاج يكون عندك منصة تنطلق من خلالها يعني. ممتاز. فالمنصة هاي اللي تكون من البيت نوعا ما يعني في بعض المشاريع هي ناجحة 100% ناجحة 100% لما تنطلق وتكمل سنة سنتين. نعم. من المنزل. مه. لكن في بعض المشاريع موضوع المنزل هذا ما يكون مناسب. ممتاز. نعم. أستاذ علي أنا سعيد كثير بإضاءتك الطيبة وأعذرها، أنا بس أحب أنقل وجهات نظر مختلفة. صحيح. أشكرك دائما على استشاراتك، وزي ما قلنا هذه وجهات النظر اللي قاعد تطرح هي وجهات نظر شخصية. صحيح. مبنية على يعني علاقاتها أو قربها من بعض المؤسسين. نعم. أو ما شابه ذلك. 3 نقاط أساسية بالنسبة لازم يكون عندك دراسة جدوى، مو ضرورة تكون بمئات الآلاف. نعم. ممكن أنت بشكل شخصي وزي ما قال من النت الشيخ جوجل تدخل عليه
بيطلع لك مجموعة من العناوين، شوف اللي يناسبك واعمل عليها بس الدراسة والتعديل والتحسين حسب التخصص مالك. ودائما تركز على ثلاث أشياء اللي هي المالية والإدارية وكذلك الفنية. بعدها نجي على الجانب الإجراءات. لازم تكون على بينة، معرفة بالفعل. صحيح. أنا والله مثلا مشروعي مرتبط مع بلدية مسقط، المفروض أروح لهم إيش المطلوب قبل ما أعرف إيش المطلوب مني بالضبط. للمشروع اللي زي كذا كل تفاصيل تكون موجودة عندي عشان كل أوراقه. وتعودوا لازم تاخذون معاكم الملف. صحيح. في كل الأوراق من كل شيء في نسخة. صحيح. مثلا وزارة التجارة والصناعة وإلى ذلك، مثلا صندوق رفض إذا كان لكم طالبين لكم يكون لكم دعم مادي. وش وين نتحمل؟ لازم نتحمل. ها أنا بالنسبة لي أنا ما فينا على مشاريع، ما فينا على براكض. بارك الله فيك. يعطيك العافية. شكرا أستاذ علي. وتمام جميع جيوب ومحافظ مالية بالريالات. جزاك الله خير. أحسد. إحنا بناخذ فاصل قصير وبعد الفاصل بيكون عندنا موضوع جديد، لا تروحون بعيد. أبهرت فرقة موسيقية فرنسية شهيرة يطلق عليها لاماشين الناس، ولكن هذه المرة ليست بموسيقاها ولكن بحديقة معلقة أنشأتها في قلب العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، مستوحاة من أعمال الرسام العالمي ليوناردو دافنشي للأجسام الطائرة. قائد فرقة لاماشين: نحن ننتج الغاز عبر التحلل الطبيعي للنباتات ونولد الكهرباء ونطعم أنفسنا من النباتات، والفضل في ذلك يعود إلى هذه الحديقة المتنقلة، ومن ثم فإن لدينا استقلالا تاما من حيث الطاقة. هذه الفكرة تخيف من يبيعون الطاقة للمواطنين. وأنشأت الفرقة مجسما كبيرا يطلق عليه أيروفلورا 2 على ارتفاع 18 مترا، ويتزين بأكمله بالنباتات والبالونات والزعانف بالإضافة إلى مراوح لتوجيه الطاقة. وأدت الفرقة الموسيقية عرضا في الشارع لتوضيح الرسالة المستفادة من هذا المجسم. ويأتي المجسم في توجه أخير من الحكومة المحلية في بيونس آيرس للترويج للحياة النظيفة الصديقة للبيئة بين المواطنين. محمد الجبالي، رويترز. قطع دجاج الصفاء. هل هناك المزيد؟ أنا أحافظ على صحة وسعادة عائلتي بتقديم منتجات الصفاء دائما. 100% حلال، 100% طبيعي وشهي، 100% عماني، طازجة وطبيعية وشهية مع كل لقمة. الصفاء. ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام وأيضا إلى موضوع جديد في برنامجنا قهوة الصباح. فريق كلنا مستهلك لهم شهور تقريبا على الساحة. سبحان الله، حتى أمس كنت أتابع مجموعة من عناوينهم وأخبارهم على صفحتهم في التويتر. بنتعرف على تفاصيل هذا الفريق، دورهم، رسالتهم الاجتماعية، كيفية تثقيف المستهلك إن كان المواطن وكذلك المقيم وأيضا الزائر، الرسائل اللي ممكن يستثمرونها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. كل هذه التفاصيل إن شاء الله بنعرفها من خلال ضيفنا الأستاذ فلاح بن خليفة الهنائي، عضو مؤسس لفريق كلنا مستهلك. نقول مرحبا فيك وزارة الداخلية. أهلا وسهلا فيك. حياك الله. حياك الله. عطني شوي فكرة، كيف تأسس هذا الفريق؟ الفريق تأسس كما تعرف هي رؤية شاملة للأحداث اللي تقع في عمان بالنسبة إلى الأشياء
الضبطيات التي قامت بها حماية المستهلك نعم. والكثيرة. فهنا لابد من وجود جانب مجتمعي توجيهي وتوعوي يوضح للمجتمع والمقيم والزائر على أن لابد من اختيار مادة تساعده أو يستفيد منها نعم. في عدة مجالات، سواء بالجودة، الجودة تتضمن الجودة الصحية نعم. الجودة البيئية نعم. متوافقة على متوافقة في السلطنة. ممتاز. أي نعم. أنتم كم عدد الفريق الحين؟ حاليا عدد الفريق توفي بداية التشكيل أيوه. طبعا في تزايد الحمد لله بالعالمين، وكان أمس بادرة خير يعني من الأعضاء يتسابقون على التسجيل، لأن ممتاز. إن شاء الله بنشكل على مستوى السلطنة. ممتاز. بإذن الله تعالى. إذا خليني الآلية اللي أنتم بتنفذونها، يعني الهيئة العامة لحماية المستهلك مشكورين بصراحة من القيادة إلى الأفراد إلى الإداريين الموظفين إلى الميدانيين كذلك، يعني الله يعطيكم الصحة والعافية، ولكن دائما يقول لك يد واحدة ما تصفق. أي نعم. لازم يكون هنا دور المجتمع يكون قوي. كيف ممكن من خلالكم بتكون آلية للتثقيف أو للتعليم؟ آلية تثقيفنا تتضمن عدة برامج. هذه البرامج طبعا ميدانية وأيضا نشرات توعوية نعم. وأيضا رسائل إلكترونية. هذه الأشياء اللي احنا نقوم فيها، طبعا الفئات المستهدفة هي المجتمع بشكل عام متعدد الثقافات، سواء المواطن أو المقيم أو الزائر، باللغة العربية باللغة الإنجليزية أيضا نعم. ممتاز. بحيث نوضح من خلال هذه البرامج أن ثقافة المستهلك نعم. لابد أن يعيها هذا، لأن الحياة تطورت وفي أشياء ومواد جديدة، فلا بد أن المستهلك يعيها، لابد أن يختار الحياة التي بيعيشها في المستقبل. إذن المادة الوحدة لو مثلا ما استفاد منها إذن هو حياة ضاعت نعم. لكن لما نعي ونخبر أنه مثلا يا المستهلك العزيز انظر إلى النشرة هذه، انظر إلى العلبة هذه فيها مكونات، هل تناسبك؟ هل كذا؟ مو مجبور عليها. هي نعم. اي نعم. فهنا نخيره احنا، فنعطيه خيارات، فنوضح له ان هذه الماده صحيا مناسبه لك، ايضا الجوده بالنسبه نعم. للبيئه. اذا مثلا عندنا بعض المواد تضر البيئه نعم. نقول ان هذه المواد مضره للبيئه نعم. فاحنا نوضح للمستهلك العماني او المقيم او الزائر عن بعض البرامج والفعاليات. انا يمكن باخذ نقطه، هذه هي ثقافه قراءه المحتوى، يعني ما بقول انها نادره ولكن قليله عندنا. احنا متعودين مثلا على ماركه معينه على طول شيء اللي حط، بس انك قريت ايش المحتوى مثلا على مشروبات العصائر أيوه. من طالع كم نسبه العصير وكم نسبه الماء وكم نسبه الماده الحافظه، وفي بعضها تكون مثلا عندهم مثلا نقص الخميره، ممكن في بعضها الصويا تاثر عليهم، فالمفروض انه ما يشربون لذلك. كيف ممكن تعززون؟ ايش الاليه اللي بتستخدمونها؟ طبعا عندنا نظام ان شاء الله بنسويه، عندنا كيف يختار المستهلك هذه المواد من خلال الجودة الصحية. ممتاز. طبعا هناك في مواد صحية نعم. تناسب المجتمع وتناسب الشخص. أحيانا بعض الأفراد بعض المواطنين يعاني من الضغط نعم. من السكر صحيح. هناك مواد ما تناسبهم، فلذلك احنا نوضح للجمهور أن السلع الفلانية فيها نسبة سكر مثلا تناسب المستهلك نفسه ببعض البرامج نعم. أيضا في جانب مهم، احيانا مثلا عندنا المنظفات هذه اللي يستخدموها نعم. بعض المنظفات هي تضر البيئه فلما جينا اشتري هذا المنظف مثلا لابد انه يطابق المواصفات والمقاييس في سلطنه عمان نعم. لو ما تطابق المقاييس والمواصفات اذا انا ما في داعي اني اشتري هذه السلعه نعم. ليش؟ لان بتضرني انا وبتضر البيئه. يعني حتى يعني في معرض السلع المقلده شاهدنا انواع كثيره، يعني عندنا مثلا اللي يستخدمون الكريمات نعم. التقليد تجد ان الكريم هذا مشابه للكريم الاصلي نعم. حتى في الشكل نعم. حتى في كذا. احنا شو نسوي؟ احنا خلال منشور خلال فعاليه نوضح اخي المستهلك الفرق بعد اول شيء اللون الغطاء نعم. ايضا الشعار نعم الشعار نعم. ايضا المواصفات نعم. احيانا المواصفات في التقليد يعني في السلع المقلده نعم. مواصفات عباره عن كود إيه. عبارة عن تاريخ صح. لكن في الأصلي عبارة عن بيانات صحيح. تفصيلي عن صح. هذا المنتج نعم. فإحنا بالبرامج اللي إحنا بنسويها نوضح لهذا المستهلك. أقدر أفهم منكم أنتم بتكونوا إن شاء الله يعني مكملين للدور اللي تقوم بها الهيئة العامة لحماية المستهلك إيه نعم. هل بيكون في يعني بتكون تحت مظلتهم يعني إيه. في تواصل رسمي معهم؟ الحمد لله بعلمين. طبعا الشكر موصول للأستاذ خالد الراشد مدير نعم. الإعلام في حماية المستهلك. تحية خالد إيه نعم. بنكون
احنا وسيط بينهم وبين المجتمع. ممتاز. بحيث نفعل دور المجتمع وايضا هم ما قصروا معنا، يعطونا جميع الاشياء اللي هي محتاجينها كمنشورات وايضا نحن مكملين. ممتاز. للمجتمع. ممتاز. يعني احنا كانت سبحان الله فقره كل يوم ثلاثه مع الدكتور محمد العريم، نقدم لك الف تحيه كما زميلنا حفيظ جعبوب، وكان مختصه فقط لحمايه المستهلك، وكنا نناقش حتى بعد بعض المرات في كواليس البرنامج ان ايضا المجتمع له دور فعال. احنا جهه مؤسسه حكوميه مسؤوله لها دور وخطوط واضحه وصريحه، ايضا انا كمجتمع ممكن يكون لي دور. اعطيك مثال وممكن تعلق عليه ككلنا مستهلك. مثلا اذا كان مطعم رديء في مستوى الخدمة، إذا صار في تكرار زبائن عليه يستمر، بس إذا احنا عملنا عزوف وما قمنا نجيله يا بيغير مستواه أو أنه هو بيسكر. فكيف ممكن احنا نكون مصدر قوة من خلالكم لتثقيف المجتمع أن أنت بالفعل تدير كفة أي مؤسسة خدميا كانت، قصدي تجارية تبيع لك منتجات غذائية، تبيع لك مشروبات، تقدم لك خدمات مثل أطعمة وما شابه ذلك، أو حتى كذلك وكلاء لمنتجات عالمية. كيف أنا من خلالي أقدر يا أنا خليها تستمر يا أنا خليها تغير أسلوبها أو أن تجدد منتجات؟ لابد أول شيء نعزز ثقافة الاستهلاك في المجتمع. ممكن. هذا جانب مهم. كيف نعزز ثقافة الاستهلاك في المجتمع؟ من خلال مثل ما أسلفت سابقا أن البرامج هذه التوعوية مفيدة جدا. المنشورات تساعد المجتمع على معرفة الأشياء اللي بالفعل تساعد على اختيار هذه المواد. ذكرت على أن هناك مطعم رديء في الأطعمة ورديء أيضا في تقديم الخدمات. إيش دورنا إحنا كمستهلكين وإيش دور فريق كلنا مستهلك؟ طبعا من خلال يعني هذا المطعم إحنا نذهب مثلا للتوعية لهذا المطعم في البداية. نعم. نقدم له الرشد الإرشادات لأن هناك في لابد الجميع يعرف حقوقه. نعم. يعني لابد أنه يعرف إيش حقوقك وواجباتك تجاه السلعة هذه. ممتاز. إذا هذا المطعم تطور من نفسه وغير من أسلوبه وغير من أطعمة ماله، إذا هذا كان صالح للمجتمع نفسه. ممتاز. ممتاز. لكن إذا هناك جهة أخرى مختصة، ممتاز، إحنا ممكن نوصل بإمكاننا نوصل هذا الموضوع ليش إلى جهة دائرة حماية المستهلك، وهذا مهم جدا. ليش؟ لأنه عشان تكون كفة متوازنة. ممتاز. عشان المجتمع يعي الأشياء اللي تناسبه ويعي الأشياء اللي هي تضره. ممتاز. بالنسبة للانتساب، بما أنكم أنت قلتوا أنكم على مستوى السلطنة حابين يكون هذا الفريق، كيفية الانتساب؟ كيف يتواصلون معكم الناس؟ تواصل مبدئيا عندنا مواقع التواصل الاجتماعي في صفحة الفيسبوك، وعندنا في التويتر أيضا، في الانستغرام، وعندنا مدونة خاصة طبعا بيكتبوا فيها كتاب حول حماية المستهلك وحول حقوق المستهلك وأيضا الأشياء اللي هي تدعم المستهلك نفسه. يعني هذه الأشياء اللي احنا وعدنا إن شاء الله في الخطة القادمة اللي بتكون طبعا هناك خط هاتفي للفريق هذا بحيث يتم تسجيل الأعضاء. نعم. طبعا احنا هدفنا من هذا هو فريق تطوعي. هذا بالنسبة لصفحاتكم اللي يحب يتواصل معكم مباشرة، العناوين في التويتر والإنستغرام وكذلك الفيسبوك. اي نعم. ممتاز. خطتنا أن يكون على مستوى السلطنة في كل محافظة يقع فيها دائرة حماية المستهلك يكون هناك أعضاء من فريق. ممتاز. كلنا مستهلك. عموما الله يوفقكم. شكرا. ان شاء الله ومزيد من النجاح. اتمنى لكم ان شاء الله مسيره دائما فيها التقدم ان شاء الله، ويكون منتسبين لكم يوم عن يوم يزيدون ان شاء الله باذن الله تعالى، ويكونوا فعالين بعد باذن الله تعالى ان شاء الله. طبعا عندنا قبل في هناك عندنا اسبوع الخليجي لحمايه المستهلك. ممتاز. اللي بيبدا من في شهر مارس من 1 مارس الى 7. طبعا احنا بتكون ان شاء الله معاهم اول فعاليه لنا في هذا الاسبوع باذن الله على مستوى السلطنه، على مستوى الخليج العربي. لا بس انا قصدي الحدث بيكون هنا في السلطنه. في السلطنه. هنا باذن الله تعالى. ألف مبروك مقدم، وإن شاء الله كلكم اسم كذا مميز بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ فلاح بن خليفة الهنائي، عضو مؤسس لفريق كلنا مستهلك، وكان حديثنا حول هذا الفريق ودوره، وزي ما لاحظتم عرضنا كيفية التواصل معهم وقنوات المشاركة. وإذا كان الأحد له دور وكذلك أفكار أو طروحات، تأكدوا أن قلوبهم واسعة أنها تسمع كل شيء مفيد للمستهلك والمستهلكين. شكرا مرة. شكرا جزيلا. فاصل وراجع.
وأعود لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، وزي ما قلنا لكم خلال الفترة القادمة إن شاء الله بتكون في فقرات حديثة في برنامجنا قهوة الصباح نطعم فيها أجواءنا الصباحية إن شاء الله بقدر الإمكان. كل أسبوع إن شاء الله بنتواصل مع أحد الأخوان والأخوات الدارسين من أبناء السلطنة في الخارج، نطمن عليهم ونشوف أخبارهم ونتكلم كذا، يعني نحاول نقرب لهم السلطنة في الفترة اللي هم قاعد يمرون فيه، فترة امتحانات أو تحضير أو ما شابه ذلك، ونقول لهم دائما أن قلوبنا دائما معاكم، ونحاولها بيننا وبينهم كذا إذا أهاليهم صار لهم نصيب أنهم يسمعونهم على الهواء بيكون شيء يسعدهم. معنا طالبة بالتحديد هي بجامعة أسترالية، بسمة بنت محمد الخضورية، بتكلم عن تفاصيل تخصصها، هي تخصص ماجستير علاج قدم السكري. نقول صباح الخير. اهلا، صباح النور استاذ عبد الله، احنا سعداء كثير. طاب صباحك. وصباحك ان شاء الله. الحين بس اللي اتوقع انتم فتره الظهريه والمساء عندكم في استراليا. والله حاليا الساعه 5:30. المساء. ممتاز ممتاز. بس بشوي خلينا نتعرف عليك انت، يعني تخصصك، دراستك، وكم سنه مده الدراسه اللي بتدرسينها ان شاء الله. طيب، بدايه بس حبيت اصبح على حبيبتي عمان، وأصبح على أهلي وصديقاتي. وصباح جدا جميل مميز بهذول العصافير الكلبوزين اللي جايبينهم اليوم. حلو الأطفال. تخصصي الفقرة كانت جدا مميزة. الحمد لله. تخصصي هو دبلوم العلوم أو بكالوريوس العلوم الصحية وماستر في البودايتريك براكتس. ممتاز. اللي هو بالعربي اللي هو علاج القدم السكري. ممتاز. التخصص يعتبر جديد من نوعه، وحاليا يعني بادي نموه في عمان. ممتاز. لو جينا نشوف الأصل الكلمة، هي أصلها من غريك، أصلها يوناني. نعم. بود يعني قدم، ودايتري يعني أي شيء متخصص بالقدم. فإحنا تخصصنا هو تشخيص أي تشخيص وعلاج أي مرض متخصص بالقدم. Everything below the ankle joint. ما شاء الله ما شاء الله. حلو. بما فيها الأمراض الناتجة عن مضاعفات السكري. ممتاز. أنت عارفين زملائك يعني كم طالب وطالبة في نفس التخصص، ولا أنت الوحيدة تعتبرين في هالمجال حالياً؟ لا لا، هو يعني تو بادي نمو، في طلبة تخرجوا اوريدي من جامعة لاتروب من هنا في استراليا. وحاليا احنا ثلاثة طلبة في هذه الدفعة راح نتخرج ان شاء الله باذن الله هذه السنة ان شاء الله. وكل مرة هنالك يعني طالبين يرسلوا لدراسة هذا التخصص. ممتاز. اذا خلينا شوية نتكلم عن اجواء الحياة الاجتماعية على مستوى يعني الاجواء الجامعية، الاجواء مثلا، انا عارف جاليات كثيرة موجودة في استراليا عربية، وأيضا في طلبة وطالبات ما شاء الله تبارك الله عمانيين وعمانيات يعني متميزين، ولهم تواجد، لهم فعاليات بشكل سنوي. كيف حياتك بس ما من أول الصباح إلى نهاية الليل، يعني كيف تعيشينها؟ والله ملبون بلد جدا جميل وودود، وذو شعب جدا لطيف. اللي يميزه انه يعني مزيج من الثقافات والجنسيات، فيتيح لك انك تختلط بثقافات متعدده. والاجمل في ملبون انها مش بس احتوت هذه الثقافات، بل ايضا هي قدرت أن تلبي احتياجاتهم. فنلاحظ مثلا عندنا في الجامعة هنالك مصلى خاص للنساء ومصلى خاص للرجال، هنالك أيضا مطاعم حلال في حرم الجامعة نفسه. نعم. فالحمد لله هنا سبل الحياة متيسرة، وال يعني هنالك الكثير من الجاليات المسلمة، وأيضا في طلبة عمانيين متواجدين، وأيضا اتوقع سبق والتقيت بجمعيه. صحيح. الطلبه العمانيين بولايه فيكتوريا. نعم. الاو اس اس في. نعم. لهم دور جدا يشكروا عليه في لم شمل الطلبه هنا بولايه فيكتوريا. نعم. يحاولوا يعيشون في جو
عائلي وبعيد عن أجواء الغربة. نعم، إذا على مستواك الحمد لله، الحمد لله تجربة جميلة. الحمد لله. على مستواك الشخصي بخلاف الجانب الدراسي، يعني لك نشاطات اجتماعية مثلا، هوايات تمارسينها، اكتسبتي مثلا نقدر نقول مهارات جديدة غير الجانب الدراسي والتعليمي؟ بالضبط، وهذه دائما رسالة أوجهها لكل طالب مغترب، إنه ما يحصر نفسه فقط في نطاق دراسته أو نطاق تخصصه، بالعكس يطلع ويشارك الجامعة في أنشطتها، هذا الشيء يسهم في توسيع مداركه وأيضا يكتسب أكبر ثقافة ممكنة عن البلد الذي يعيش فيه. الحمد لله من تجربتي شاركت لمدة سنتين في جمعية الطلبة العماني بولاية فيكتوريا. نعم. كنت في سنة من السنوات المسؤولة عن الطالبات. ممتاز. في هذه الجمعية. وأيضا كان لفريق هنالك يعني من الجامعة من الطلبة العمانيين كان لهم الدور في أنهم ينجزوا الركن العماني بجامعة لاثروب، وهذا يعتبر يعني حدث يعني نفتخر به، كون انه قدرنا انه نسوي ركن عماني في الجامعة، وباذن الله نتمنى انه هنالك في توجه ان هذا الركن يكون دائم. ممتاز ان شاء الله. ايوه ان شاء الله يعني نحاول نشارك في انشطة مختلفة بما يعني يناسب ثقافتنا وديننا. إن شاء الله يا رب، والله يوفقكم إن شاء الله. إحنا هدفنا من هذه الفقرة ترى بشكل أسبوعي بنحاول نتواصل مع أحد الطلبة والطالبات على مستوى الدارسين خارج السلطنة، إن إحنا نقرب شوي التواصل ونكون معاكم ونقول لكم دائما قلوبنا معاكم، وإن شاء الله ترجعوا لنا بالسلامة. أكثر حد مشتاقة له في عمان؟ والله مشتاقة فور العافية كلها، ومشتاقة أهلي يعني. الله يخليها لك. أنا توي واصلة هذا الأسبوع الثاني هنا إلي. نعم. في ملبون. نعم. وهذه خامس سنة إلي ما شاء الله في ملبون، بإذن الله تكون السنة الأخيرة إن شاء الله يا رب. يعني ما زلت في كل مرة أودع أهلي في المطار أسوي لهم مناح، فمشاعر ذوق والاشتياق يعني دائما موجودة، لكن مع مرور الوقت يعني ايوه مع مرور الوقت يعني نتعلم كيف نتغلب على هذه إن شاء الله، إن شاء الله. المشاعر، مشتاق لعمان كلها يعني. اسلم على اهلي وعلى صديقاتي. زين، شاكر الوالد الوالده قاعد يسمعونا. أيوة. الحين لكم هذه المبادره الكريمه، هذا واجبنا الله يخليك، بس اقول لك الوالد الوالده يسمعونا حاليا، اتوقع يسمعونكم ويمكن يسجلوا بعد. اعطيتيهم خبر يعني ان بكم بين الاتصال؟ أو أكيد. ممتاز ممتاز. عموما بسمة، أنا سعيد كثير بالتواصل معك، وأتمنى كل التوفيق أنت وإخوانك وأخواتك اللي دارسين يعني في أستراليا أو في أي قطر عربي كان أو أجنبيين، أتمنى لهم كل التوفيق، ترجعون دائما بالشهادة والفرحة الكبيرة اللي دائما يمكن تواقين أهلكم وعمان كلها تواقع أن تشوف أبنائها ناجحين في حياتهم العلمية والعملية. سعيد كثير بالتواصل معك يا بسمة، تسلمين. بإذن الله، شكرا لك. كل التوفيق. شكرا لك. ما قصرت. وأتمنى لكل طالب مغترب بداية عام دراسي جديد مكلل بالنجاح، وأقولهم الدراسة بالخارج تجربة جدا جميلة. ممتاز. وعيشوا تجربتكم بكل تفاصيلها. شكرا، وكل التوفيق لك ولزملائك. مشكورة كثير على التواصل. شكرا، ما قصرت. العفو. إذا زي ما لاحظتم مشاهدينا الكرام، احنا من خلال هذه الفقرة بشكل أسبوعي كل مرة إن شاء الله بيكون معنا طالب أو طالبة في أي زاوية، إن كان في الشمال في الغرب في الشرق في أو الجنوب، بقدر الإمكان نحاول نكون قريبين مع أول الصبح. ممكن في بعضهم فارق التوقيت، ممكن الوقت عندنا الصباح ممكن يكون عندهم أول الفجر، في بعضهم يكون المساء زي ما لاحظنا الحين تواصلنا مع بسمة، ولكن إن شاء الله يا رب ربي قدرنا كذا نقرب القلوب ونخليهم دائما على تواصل ونكون لهم نافذة طيبة من خلال برنامجنا قهوة الصباح. بعد الفاصل بيكون في موضوع جميل مع الوسيم والعريس الأنيق حفيظ جعبو. حصن الخندق في محافظة البريمي أشهر مثال للمعقل المطوق بخندق في عمان، حيث أن استعمال الخندق الدفاعي هي استراتيجية استخدمت قديما في حماية المدن
والقلاع والحصون العمانية منذ فترات ما قبل وصول الإسلام. وهو يقع في ولاية البريمي ويعتبر واحدا من المعالم والآثار المهمة في الولاية. يقع الحصن على بعد حوالي 350 كيلومتر من محافظة مسقط، وللحصن موقع هام حيث يطل على وادي الجزي الذي يربط ولاية الصحار بولاية البريمي من الناحية الغربية. يعود تاريخ بناء الحصن إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، أي النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري، كما تم تجديده في عهد الإمام عزان بن قيس البوسعيدي عام 1871 ميلادي. قطع دجاج الصفاء. هل هناك المزيد؟ أنا أحافظ على صحة وسعادة عائلتي بتقديم منتجات الصفاء دائما. 100% حلال، 100% طبيعي وشهي، 100% عماني، طازجة وطبيعية وشهية مع كل لقمة. الصفاء. أوقاتكم وصباحكم مشاهدينا الأكارم أينما كنتم تتابعونا في قهوة الصباح، بالتحديد في هذه الفقرة اللي تأتيكم كل ثلاثاء. وأيضا أحب أوجه الشكر لأستاذي الكريم عبد الله السباح على حرصي أن تكون فقرات البرنامج مختلفة وشاملة، وبحيث أنها تلبي رغباتكم، تطلعاتكم، طموحاتكم، وتكون أيضا قريبة منكم، بالتحديد مواضيعنا مواضيع اجتماعية هادفة. اخترنا اليوم في هذا الفقرة بالتحديد كيف تختار عطرك المفضل وأنواع العطور. معنا شاب مهتم بالعطور، سعود بن خلفان الزعابي، صاحب محلات العماد للعطور. أسعد الله صباحك سعود. أياك الله. يا هلا وسهلا فيك. أياك الله. يا مرحبا. بداية سعود خلينا نتكلم بشكل عام، أنا قبل ما أدخل إلى تفاصيل المنتجات اللي تقدموها في العماد العطور بما أنها منتجات عمانية تقريبا 100%، فكرة شاملة حول عند ذهابي السوق كيف بإمكاني اختار عطري المناسب؟ العطر المناسب على حسب ذوقك المفروض أن يكون، يعني الاختيار يكون كيف أنت، ما يعني وش اللي ترغب له، ما تشوف يعني في اللي يجينا أنا يعني عادة في المحل يقول لي شميت عطر في فلان، يمكن هالعطر ما يركب على جسمك، على يمكن يسبب لك حساسية، يمكن راكب عنده هو بس ما يركب عندك انت.
لان انا احاول ان اغير له، اخليه يجرب شيء اخر، ارش له في الجلد في ايده على اساس انه يطلع شوي يلف يشوف المنتج ويرجع يقتنع. بعد ساعة يعني اساس تظهر الريحة الحقيقية بعد ساعة؟ ما تاخذ ساعة، ما تاخذ ساعة يعني، البخاخ هذا ياخذ فترة بسيطة بس يعني، هو تجربه على اساس انه يمكن ما يكون فيه حساسية لبشرتك، وما كل البشرة البشرات من الناس مثل بعض يعني. طيب الواحد نسمع الان في عطور مركزة، في عطور خفيفة، هل صحيح هذا الكلام انه في عطور نسبة التركيز فيها عالية؟ في العطور فيها تركيز عالي، وفي عطور تركيزها خفيف، وهذا تختارها انت يعني، تختارها لاستخداماتك، وقت استخدامك العطر. الصباح انت رايح يعني الدوام الصباح، المفروض انه يكون يعني عطرك خفيف اكثر، خفيف ما يكون يعني مزعج ثقيل. وفي ناس يمكن عندهم حساسيه من العطور يعني. أيوه. يكون ومعظم الشغله الصباح يعني مداوم رايح دوام، عندك افراد يعني في الدوام، عندك ناس ربما ينزعجون من رائحه العطر المركز. يمكن كذا يعني، يفترض انك خاصه فتره قصدك الصباح يكون خفيف كذا، من الحمضيات الفواكه الشغلات هذه يعني تكون خفيفه يعني مقبوله للجميع يعني، تخليك كذا فرش مثل ما يقول الصباح فرش يعني. جميل. ايش الاكثر شيء المواد الاساسيه اللي تدخل في تركيبه العطور العربيه؟ العطورات العربية يعني الورد، المسك، يعني العنبر، هاي الشغلات الأساسية يعني تحصلها في العطور. وأكثر العطورات يعني مكونة مسك، عنبر، الورد، هذا شيء رئيسي تحصلها يعني. أنا معظم خلطات اللي أنا أسويها يعني شيء رئيسي يكون فيها الورد يعني. جميل. يمكن محبي الورد كثير. ذكرت قبل شيء شغلة مهمة سعود، إن بشرة الإنسان تختلف، في إنسان عنده بشرة جافة، في عنده بشرة دهنية. فهنا أنت إذا بشرتك من نوع الدهني، فأي عطور تفضل تستخدمها؟ الخفيفة، العطور الخفيفة هذا، لأن الدهن يحافظ على العطر يعني. البشرة الدهنية، البشرة الدهنية تحافظ على العطر، والجافة لا، تحصل دائما محتاج انك تعطر كثير. طيب يعني يجرب العطر يقول لك يا اخي العطر هذا ثباته ما خب. اوكي، عند شخص ثاني وايد وايد يثبت يعني. مش في فرق بين المراه والرجل ايضا، واكثر يعني انا يعني اتعامل مع الزباين، اكثر زباين يجيني يقول لي انا شميت في فلان بس يعني انا جربت العطر ما نفس القوه يعني. لكن هل صحيح اني انا اقدر اثق في اخوي مثلا او صديقي اقول اختر عطر على ذوقك، وانسى انه البشره هنا يرجع دائما حتى جسم الانسان تختلف، دائما تختلف من شخص لشخص، في البيئه، في البيت الواحد تحصل فيه اختلاف في الاذواق يعني في اللي يحب العطورات الخفيفه، وفي اللي يحب العطورات الثقيله. ايوه يعني ما معقولة تتصل تليفون لحفيظ تقول له شوف لي عطر، شوف لي على ذوقك على ذوقك. وبعدين لما يوصل يعني، في ناس كذا يا تاخذ العطر شامت لنا في شخص، اوكي ياخذ العطر يوصل للبيت يقول ما حلو العطر، لانه ما يعني هذاك على ذوقه هو وعلى جميل طبعه هو يعني. يفترض ان نفرق بين فتره صباحيه اي عطور نستخدمها لفتره المساء، حتى فتره المواسم في الصيف في الشتاء، هنا اظن مساله العطور ونوعيتها تختلف. هي ما فيها اختلاف بس يعني اللي انت تحطه وش هو، لان انت اللي محتاجينه في وقتك يعني، انت في وقت الصباح وش اللي محتاجه. طيب في فتره البروده الشتاء البرد، شوف العطورات الثقيله يعني، في ناس يقول لك في البرد العطورات تفوح اكثر، هي لا يعني انت محتاج عطر، تحط العطر وين تحط العطر يعني، العطر يباله وين النبض، اي النبض مكان حراره الجسم نفسه يعني، معناته الاثر محتاج في اماكن معينه في جسم الانسان، تحت الاذن يعني، مكان نبض يعني العروق تحت الاصابع يعني. في ناس يحطوا لك العطر يبخ البخاخ ويفرك فيه، ما محتاج المساله كذا. يمكن الدهن محتاج يعني، احنا متعودين على دهن العود، دهن العود محتاج انك تدهن يعني، هو المسألة يمكن الاحتكاك هذا يولد حرارة وتبدأ تطلع الريحة يعني. لما أقول لك يعني تحط مكان نبض الدم والشغلة، لأن فيه نسبة حرارة الجسم تساعد على طيب كيف أقدر أحافظ على رائحة العطر لأكبر مدة ممكنة؟ في طريقة معينة أني أقدر أني أتعطر بس هذا العطر يمسك معي لأطول فترة؟ يعني انت اول تحافظ على العطر نفسه يعني، انك انت معظم الحين جاي لنا فتره الصيف،
معظم الأشخاص يحطوا لك العطر في السيارة. درجة الحرارة يعني أكثر من 50 ترى، إذا برا 40 ولا 45 يمكن داخل السيارة أكثر من كذا. ومن هنا الجودة أصلاً لا الجودة تروح، وغير كذا كأن العطر يتسرب ويطير، ما يتف أي يحصل زجاجة فاضية من أتعطر منها، لا ما حد تعطر بس الشمس شلتها عنه. عند إنك يعني تحافظ على المكان يعني يكون جاف يعني مظلم. أيوة. هذا شغلات يحتاج لها العطر. يكون طيب اني انا اريد طريقه صحيحه في اني كيف اطيب واتعطر بطريقه صحيحه. انا دائما انصح انه يعني يحط في مكان يكون العطر اول شيء في مكان بارد وجاف، وبحيث انه يعني لما التعطر يكون يعني مسافه تترك مسافه من بعيد كذا على اساس الرذاذ، لو نزل شوي خفيف ما في اشكاليه برا. أيوة. يعني الملابس بس الباقي هذا يكون في الملابس قبل لا تلبس ملابسك يفضل احسن قبل لا تلبس الملابس يعني يفضل انك تعطرهم بعدين تلبسهم. طيب قبل ما اتبخر ولا بعد ما اتبخر مثلا لو استخدمت العطر مع البخور؟ يعني هذا عن تجارب اللي احنا سويناها، في عطر انا احطه بعد البخور، في عطر لا قبل البخور. حسب نوعية تقصد العطر؟ يعني كذا يعني على حسب نوعية العطر نفسه. جميل. ومثل ما قلت لك كيف اللي يركب عليك انت هو يعني دائما الاختيار. تركيبة الإنسان هنا تختلف. يعني أنت لما تحبه. تروح ما تقول لي والله العطر في فلان حلو، لا أنت وش اللي تحبه أنت يعني لما تروح تختار. والأحسن وقت لاختيار العطور يعني تشم العطور هي فترة الصباح أفضل وقت. إيه تشم العطر بأريحية يعني تعرف يعني تطلع رايحة تطلع رايحة أكثر تركيز. طيب إني أنا أدخل بعض الأماكن بعض المحلات أخذ أكثر من عطر، أقرب هنا وهنا وهنا ستة سبعة عطور. هذا ما أقدر هنا أفرق. هذا غلط. الحين يقول لك بعدين شم قهوة، تشم قهوة لكن أنت يعني حاول إنك أنت يعني ثلاث عطورات تكفي، يعني ثلاث عطورات جربهن تشوف ما تزيد عليهم. ما تزيد يعني إذا زدت يعني أنت استويت في معمعة أو خلطة. سعود أنا من النوع اللي أحب أخذ أكثر من عطر، يعني مثلا قبل ما أطلع أقرب عربي فرنسي عود أربعة خمسة عطور كذا وأطلع فيهم وتتحطم في هذا ما ينصح بها. المفروض أنه يكون لك رائحة، يعني أنت لما تدخل على الأشخاص على شخص يعني أنت متعطر، لأن الناس يعني تروح عند ناس تعامل عندنا على مع ناس يعني تكون رائحتك يعني مقبولة. أنت يمكن مرتاح من الريحة هذه بس يعني الخليط هذا اللي مسوينه يمكن ما ركب عليك، يعني إذا كل واحد بيحط كذا يعني معناته أي واحد يقدر يخلط ويسوي العطر في. طيب في 2008 تقريبا بديتوا في مجموعة العماد العطور لكم أكثر من فرع. عندك خلطاتك الخاصة فيك فيه. نتكلم أكثر بالعطور اللي تقدموها في العماد العطور. في تقريبا هي عربية تقريبا من خلطات شرقية، وفي يعني خليط بين الفرنسي والعربي. احنا يعني اختيار الزيوت يعني بعد ما نجرب الزيوت وكذا نجربها فترة نبدأ نختار نوع الزجاج، نختار نوع اللي نحط الاسم، لان هذا اللي تحتاج يعني شكل العلبة. جميل. نجلس مع المصمم لازم يعني نوصل الاسم. لا يعني شوف الفكره عن اللي دخلت في مجال العطور اشوف انه ما في شيء، يعني يمكن الاسامي قليله اللي موجوده عندنا محلات العطور عمانيه بحت، يعني ما نطلع للاخرين. جميل. خبرنا عن اهم عطورك. اهم عطور المرغوبه كثير عندك عطر لبان اللي هو الحوجري. اسمه الحوجري موجود العطورات المفضله. خلينا نشم ريحته. ما عليك امر. هذا الحوجري. ها هذا الحوجري. هذا الحوجري. وعندك خلطتك الخاصه هذه. لا هذا زيت نشتريه في الخلطه الخاصه لنا هذيل، يعني العلبتين اللي هو مزون ومسك عود. مزون عباره عن اشو مقشن. ايه مقشن اشوف هو موجود هنا. أيوة. هذا الأطر مفضل عند النساء اكثر. نسائية يعني هو نسائي رجالي بس مفضل عند الحريم اكثر. حلو. عندك الأطر هذا في المرتبة الأولى الحين الحجري يعجبني أكثر اللي هو أطر حسيت الحجري شوية أكثر في رائحة العود. أنا إحنا كرجال نحب لا هذا كي اللبان أكثر. اللبان أكثر. هذا جوهرة مسقط. جوهرة مسقط. هذا الأطر اللي عليه إقبال أكثر الحين فترة هذا الحين. أطر فواكه. فواكه.
المزيج هذه خلطة خاصة خلطة خاصة بالعماد. وفي شغلة اللي هي بننزلها الحين جديدة إن شاء الله اللي هي السبايس تباكو. سمعت عندكم باسم أوبرا، عطر أوبرا أوبرا موجود؟ أنا سامعه بصراحة من فترة كنت أسمع الأوبرا. هذا عبارة عن عطر أوبرا عنبر ولبان. كم تأخذون في صناعة العطر الواحد؟ يعني كيف تجيكم الفكرة مبدئيا؟ يعني إذا كان زيت نشتري من مصنع يعني هذا يكون متوفر، بس إنه تحتاج إن إحنا نجربه أول شيء نشوف الرائحة مقبولة عندنا كمجتمع. ما كل العطور مقبولة عندنا في المجتمع ترى. يعني تختلف بين مجتمع ومجتمع الروائح والعطور هذه. حتى احنا في مجتمع خليجي تحصل الكويت الى نوع، السعودي الى نوع، في عمان هنا عندنا نوع، واكثر مرغوب عندنا احنا لما تقول لنا في عطر يعني مكونات لبنان تحصله مرغوب اكثر. يعني لان عشقنا اللبان اكثر من اللبان من عندنا، يعني ايوه تعودنا عليه. عندكم ايضا عودي تقدموه؟ دهن عود موجود. دهن عود في عندنا تقريبا 9 انواع خاصه بالعماد. في اللي هو النوع السبيشال كلكاسي. ايوه كلكاسي. المصنع خاص بالعماد في مدينه خشب بعد البخور. الخشب انواع، انواع 6 انواع موجوده. طيب الخشب سعود، الان كثره السلع التقليديه صرنا نخاف. انا اكون صادق معك، ما صرت اثق في اي شخص يعطيني نوع من العود اللي يقول لي تعال هذا اصلي وكمبودي وما اعرف ايش. هو دائما تروح للاسم. يعني انت لما تروح لمنتج يعني الماركه ما بيروح يعطيك منتج يضر باسمه، دائما انت اتبع الاسماء اللي معروفه. يعني ما تجي في شخص حاط مثل ما تقول عطور فتره مؤقته ما تعرف من وين جايه ولا كيف تصنعت ولا كيف اشتغل عليها اصلا. يعني وتروح انت وتقول والله هاي رخيص باخذ منه ولا جربته اصلا، يعني يمكن الرائحه ما شميتها وشليت منه، بعدين يمكن يضرك في جسمك يعني حساسيه ولا في الاجسام. يعني هذا مثل ما قلت لك تختلف، وفي فيهم مضره. يعني الواحد ينتبه لهالموضوع هذا، يعني ما يقول انا هذا عطر رخيص وخلينا استخدمه، لا. وبعدين اكتشف انه بعد فتره سبب حساسيه وغير كذاك. يعني فتره ثبات يقول لك هذا العطر من الماركه الفلانيه يعني وبسعر كذا، يعني سعر زهيد جدا. استغرب كيف يعني ما معقوله ما تعقل كذا، بس عاد يعني بيشل العطر ذيك الساعه اقتنع منه شمه بعدين والله انا يعني قصوا علي والله انا يعني حصلت كذا العطر ما يصلح. ومعروف يعني المقلد معروف يعني. جميل. ابرز الخلطات اللي عندنا تقريبا في استخدامنا خاصه في العطور الان، الزيوت تقريبا تدخل مع تراكيب ثانيه مثلا؟ هي الزيوت يعني انت عندك يعني الزيت، يعني انت الحين مثل انا اذا بركب خلطه يعني من الرئيسيات الخلط من العطور الرئيسيه عند الزيت الرئيسي الورد. احب الورد انا كثير ابدا اشتغل عليه. الدهن عود يعني من الخلطات اللي هي مزون، هذا خاصه عباره عن ورد طايفي مع زعفران درجه اولى يعني، وبالصدفة جات الخلطة هذه. وفي خلطات أخرى موجودة بس عاد يعني على فترات، يعني تندخل على فترات كذا. جميل. لا. الآن في بعض الناس يقول لك لا أنا أفضل العطور الفرنسية، أحب العطور اللي يعني تكون فيها الفرنسي شوية يخلط معها. العطورات الفرنسية حمضية مع الزهور دائما كذا يعني، وفي ناس كذا ما تحب العطورات الثقيلة، بس يعني هذا كقاعدة عنده هو ممكن مركبنها في باله إن أنا ما أحب العطور هذا، بس لو جرب بتحصله يغير. وفي كثير أنا من الزباين عندي كانوا اتجاههم كله فرنسي، بس يعني وصلوا عندي وما شاء الله الحين كله يعني ثابتين مثل ما يقولوا على طيب عطورنا. أنا حسب ما فهمت وعرفت وسمعت عنه وقرأت إن العطور السائلة هذه أحيانا تستخدمها بإيدك هنا يفقدها أيضا جودتها. الدهن ايه الدهن. اذا تستخدمه في ايدك خاصه انك يعني يمكن انت بقايا كريم في ايدك وكذا وتظل تخترب، يعني يخترب العطر يعني. اضفت له شيء اخر معه. كيف الطريقه يعني الصحيحه في استخدام عطر يعني السائل؟ السائل عندك يعني في القطن تقصد؟ لا، في القطعه البلاستيك والزجاجيه اللي داخلها. أيوه.
تستخدم منها يعني تحط منها وترجعها مره ثانيه بحيث انه ما يضر لان هذا الدهون تم فتره طويله عنده. طيب يعني انت ما تستخدمها مده يوم يومين وخلاص، لا تم فتره طويله. كلمه اخيره سعود، تقدموها ايش اللي تقدموا بالضبط؟ هدايا من نوع اشكال الهدايا تقدموها؟ احنا عندنا علب الهدايا مثل هذه يعني الصناديق هذا. أيوة. عنده معمل بعد يعني خاص بينا نصنع علب الهدايا للمؤسسات للشركات في مؤسسات تتعامل معنا، نحن نصنع لهم صناديق. نتمنى لكم التوفيق وانا فخور فيك اصلا يعني شاب عماني بدات فيه الفكره ورات النور والحمد لله كل يوم اصبحت انك تخرج بعطر جديد. يعطيك العافيه سعود. الله يعافيك، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. حياك وكل الشكر لسعود بن خلفان الزعابي صاحب محلات العماد للعطور، كان حديثنا حول انواع العطور وكيف تختار عطرك المفضل، وتعرفنا ايضا على منتجاتهم العمانيه الخالصه 100%. الى هنا نكون وصلنا معكم الى ختام قهوه الصباح اليوم الثلاثاء، على امل اللقاء بكم باذن الله في حلقه الغد في موضوعات مختلفه، في ايضا تقارير محليه وعالميه، أيضا كل ما يهمكم كل ما هو أيضا جديد راح يتم مناقشته في طاولة قهوة الصباح بشكل يومي ما عدا الجمعة والسبت. إلى هنا أختم معكم هذه الفقرة، وتحية خاصة من فريق عمل برنامج قهوة الصباح وعلى رأسهم المخرج إبراهيم الشريقي، حياكم الله.